قتلته هدي راسه؟ مو كتير. يعني مو كتير قتلت ولا مو كتير هدي راسه؟ أخي مو كتير اثنين. يا لطيف شو بتنق؟ عادي يا صباح الخير شباب. أهلا. تعال أقول لك منين تعال. تعال صحة وهنا. شكلك متضايق، شو صاير معك؟ زارن وأبو مرجو يتخانقوا مع بعض. هي هي القصة؟ لا لا يا شباب، في شيء أخطر، أخطر من هيك بكتير. شباب ما تحكي. بابا وماما رح يتطلقوا. وليه؟ انقطعت الإعانة يا شباب. ليش نحن بحاجته ولا؟ عم امزح. مسحة غريس مثل وجهه. خلاص. يعني محكمين رأيهم على الطلاق؟ يمكن خلال هالأسبوع. إذا اطلقوا حاكي بعبك. أصلا أنا ما شفت الدنيا منيح إلا بعد ما اطلق أبي أمي. كيف بقى؟ مثل ما أنا شايف. ليكني حر. لا وراي ولا قدامي. لا حدا بيقول لي تاع ولا حدا بيقول لي روح. عايش على كيفي. ليش هالحياة اللي أنتوا عايشينها؟ إذا ما عجبتك عيشتنا، ليه عم تجي لعنا؟ لكن فكر إنه نحن مبسوطين برفقتك. نحن مرافقينك شفا. ما عجبك حكي؟ لا ما عجبني. فكر حاله رجال. لف قدام. طالما راح خلينا نكمل حديثنا. يلا. هلا المدارس بعد كم يوم رح تعطل. ومتى ما عطلت المدارس كل الناس اللي عندها بيوت بالمصايف او شاليهات على البحر تحمل حالها وبتسافر. يعني البيوت كلها بتفضى. بالشارع اللي عايشين فيه اهلي بعرف عيلتين ثلاثه مريشين كتير. هي بتخلص امتحانات اولادهم من هون وبيشمعوا الخيط وبيطلعوا. شارع بيت اهلي هادي كتير، ما بتلاقي فيه لا كولبا ولا حارس. بين الساعه 2 و3 بالليل كل الناس بتكون نايمه مثل الدجاج، ما بتلاقي الدومري. وانا مثل ما بعرف افتح باب سياره تفتح باب بيت وشبرك كمان. مشان هيك بندخل على الهسي بناخد وبنطلع. يا لينا الأنسة شرحت لنا المعادلة مرتين، مرة مشان الصف كله ومرة من شانها، وبتقول ما فهمتها. لك وقت كانت عم تشرح كنت عم بفهم، بس أنا طلعت من الصف من هون والدرس تبخر من هون. يعني لهالدرجة ما عم تركزي؟ عم ركز بس ما عم بحفظ. يا لينا الفحص ما بقي له غير كم يوم. طيب شو أعمل إذا ما عم بيعلق شيء براسي غير قصة أمها وأبوها؟ ولو بدك تعملي جهدك، كابري على حالك شوي لبين ما تقدمي الامتحان. يا لينا علاماتك بالفصل الأول تعبانة كتير، يعني إذا ما عدلتيها بالفصل الثاني رح أرسب. بعرف. طيب شو رأيك بهالكام يوم الباقيين أنا درسك؟ أنتي؟ إيه منشوف شو الدروس المهمة اللي ممكن تجي بالفحص ومنركز عليها. وشغلك؟ بشتغل بالليل، بشتغل وقت اللي بتكونوا بالمدرسة، ما عليكي، المهم إنك أنتي تنجحي. شو عندك استعداد؟ بدرسي أنا ونادية؟ نادية ما في خوف عليها. يلا قومي فوتي على الغرفة وأنا رح أتصل بأمك وإلا إنك هون. يلا. نعيمة سلفا. عليه مساء. يا ابو نور. شو جي على بكير اليوم؟ يعني لما بدي اخليه لوين بدي اجي؟ تجي لعند حبيبك نوار. اسلم لي عينا. شو في عندك حدا؟ ايه بس مو مهم. اكيد. شو بلا بسام؟ إذا في أساتذة بالسكر والدقمة هدول هني. أها. والدقمة متوفرة؟ من الصبح نحن عم ناخذ ونعطي فيها، بس شو آخر نقاوة ونظافة. مجرب يعني؟ طبعاً، شو ما حنا نميز بين الضو والعتمة؟ طيب شوية ضو لو سمحت. تكرم. ضو ولا دقمة ولا سكر؟ يا رجل قديش في فرق بين سكرنا وسكر عمي رأفت. خود بلش لي بهالدقماي. ايه شو اخباره؟ لكن انا ليش جاي بكير؟ لاني مخنوق يا نوار، مخنوق رح طق. بقى خليني اشكي لك همي قبل ما يطلعوا الجماعه من الحمام. ايه خود شعل هالدقماي مشان تعرف تشكي. يا اخي هذا عمي رح يجنني.
بحياتي ما شفت واحد أخبس منه. ولك العمى، العمى حافظني عن غيب. بتعرف لما بيتطلع فيني بحسه كاشفني. قلنا لك خلاص منه وقب على وش الدنيا. بكير بكير لإمتى؟ لحد ما يصير عمرك 40 ولا 50 سنة؟ حبيبي إذا بدك تعيش لازم تعيش هلأ وإنت بهذا العمر. فرض إنه ما مات لبعد 20 سنة، ما بتكون ضيعت على حالك 20 سنة بسط؟ هي إبرة هوا بالعضل وبيقول لك باي باي. ليش أنا بعرف دق إبر؟ أنا بعلمك، ما عرفت تدق الإبرة دق بخوانيقه، جوبانت بالشاكوش على راسه، بالمهدة بالساطور، أي شيء ياخد أجله. عم شو إنك دموي؟ حبيبي الموت موت إن كان نزل في دم ولا ما نزل. تعرف نوار إذا تسكرت بوشي بدي استأجر له واحد يقتله مثل الأفلام. أوعك أصلاً أوعك تدرق إيدك هي إنه إيدك التانية رح تقتله. جريمة إذا اشتركوا فيها اثنين إلا ما تنكشف. لحالك حتى وقت بدك تقتله إلي ما تخبرني، ومن هلأ قول إنك ما رح تقتله وإنه هذا هو عمك وحبيبك. اتصل وطمني. ايه يرحم ايام زمان. ايه والله. ايش دي؟ بعد ما ذكرنا الايام الماضيه بحلوه وبمره كمان. اللي كانه في بتمك حكي بدك تقوله. يا سيدي في بتمي حكي. بدي اقول قعدتك ما بينشبع منها ونسيت حالي انا. تسلم تسلم يا ابو شامي. ولي على النسوة خير إن شاء الله. لك ونسيت ابني شامي، هلا بيكون قلبه مثل النار، هذا بيغلى قلبه علي، لازم أقوم أمشي. لك وين تمشي عود؟ خذ هاي التليفون احكي معه. يا لطيف شلون ما اجت ببالي هاي الشغلة أنا؟ ألو مرحبا بابا. الحق معك بابا، بس تعرف قد عمك أبو نزار قعدته ظريفة نسيت حالي، بتصدق؟ سلم لي عليه. عم سلم عليك عمك أبو نزار الله يسلمه. ايه لا ما بطول بابا ما بطول. طيب مع السلامة. سيدي هات لشوف شو بدك تقلي. يعني اذا جاي اقول لك شيء تاني ليش ما قلته؟ بصراحة انك تتذكرني بعد كل هالسنين شفتها غريبة شوي. معك حق يا سيدي، هدول اللي ذكروني وانا عم بحبش بهالصور، هيك طلعت معي صورتك. بس ابو نزار شو اللي بدك يعملني؟ على ايش عم تدور؟ صارحني. يعني انا حاسس، لا تاخذني بهالكلمه، حاسس بانه زيارتك في لها غرض تاني ومستحيل تحكي. غرض تاني مثل شو؟ ابو شامل قلت لك لا تزعل مني. يعني جاي اطلب منك مصاري مثلا؟ لا، يشهد الله انه هالنقطه بالذات ما اجت ببالي. أبو نزار اللي شو اللي خطر ببالك قبل ما تكركبني زيادة؟ لا تتكركب ولا على بالك، خلص انسى. معناته أنت يا أبو نزار مالك متأكد أنه لساتني أنا بحبك؟ لا كمان ما قلت هيك. برافو عليك، حدسك بمحله. شلون يعني؟ يعني قلبك دليلك. معناته فعلا غير أنك اشتقت لي في شي تاني. يعني يا أبو نزار اللي بحب التاني لازم يكون له غاية عنده؟ على أساس أنت بتقرأ وجوه الناس وبتعرف المنيح من العاطل من نظرة واحدة بس. أهلا، شو عم تتنصتي علينا خانوم؟ شو نسيت أنك قلت لي خليكي جنبي؟ خليكي جنبي، مو تعدي تسمعي علينا. لك يا أبو نزار إذا ما راقبتك وراقبت تصرفاتك منين بدي اسمع كل شيء؟ أيوة مو أنت طلبت مني هالشي؟ إيه، وشو طلع معي كلا؟
طلع معي انه هالانسان جاي يسلم عليك لانه مشتاق لك، بتقول له شو بدك مني؟ لك انا ما قلت له شو بدك مني. قلت له مبلا، قلت له اضرب من هيك كمان. ام شامل انا قلت لك شو بدك مني؟ انا قلت لك شيء ضايقك؟ ايه قلت شيء اللي بالذات ما لازم تقول لي اياه. انا اشتغلت 20 سنة عندك، عمري طلبت منك طلب؟ عمرك حسيت انه انا بدي منك شيء شغلة؟ لا والله يا ابو شامل، بتذكر انه انا عرضت عليك اكثر من مرة وانت رفضت. ايه بتقوم بتكافيه بهالطريقة؟ اختلطت الامور معي، ما اتميز، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ يا ابو نزار، مو كل الناس مثل بعضها. هلا لا تعملي لي مصلحة اجتماعية، حضرتك صار لك 6 سنين عايشة بهالبيت، وشايف الناس فايتة طالعة. لك شفتي واحد من بيناتهم بيحبني لله؟ بلا، هالرجال قاعد قدامك. ابو نزار، إذا أنت كبرت وما عدت تقدر تقرأ الوجوه الطيبة، أنا لسه ما كبرت. إلا تطلع يا ستي. تسمحوا لي أنا. خلاص أبو شامل، عود عمل لك عود. ها بدك تضل سهران هون، شرف اتصل بابنك قل له أنا سهران هون، إذا بده يشرف هو يصير معنا. بس يا أبو نزار. خلاص ولا كلمة، عم أقول لك أنا ما بعيد كلمتي مرتين، عم أقول لك بدك تبقى هون بدك تتعشى هون. مثل ما بدك. أيوه. أهلين بابا. لا اليوم ماني قادر اطلع من البيت. المهم انت كيف رجليك؟ ايه الحمد لله. بابا بدي اسالك، حكيت مع ابو نزار موضوع الشغل؟ ممتاز، كتير منيح، لاني لقيت شغل. ان شاء الله، الف مبروك. بزمتي فرحت لك، مبروك بابا. لا بابا، اذا نعست انت نام. ايه طيب بابا ما تأخر، الله يرضى عليك، تصبح على خير بابا. خير إن شاء الله أبو شامل. ما بدك يعني أقول أنا التاني مبروك؟ يا سيدي بدي إياك تصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. هلأ صار فيني إلا شو بدي منك غير الشوق والمحبة اللي بكن لك يا مشان هيك تتذكر قلت لك حدثك بمحله؟ يعني ما كنت عم تتمسخر؟ كنت متضايق بس ما عم بتمسخر. هذا يا سيدي وأنا عم قلب هالصور تذكرت هديك الأيام الحلوة اللي قضيناها سوا، وبنفس الوقت تذكرت إنه ابني عم يدور على شغل وما عم يلاقي، قصدي يعني ما عم يلاقي الشغل اللي بيناسبه واللي بيحبه هو. قلت لحالي يا ولد ما له غير أبو نزار بيحبك، بركي هيك بيلاقي له شي وظيفة عنده. بس أنت يا أبو شامل ما قلت لي. بعد ما شفت لقائنا قديش حميمي وحنون استحيت لك حتى ما تفكر جيتي في إلى غاية. بس بعد ما سألتني إنه إذا في إلي غرض تاني من زيارتها، بصراحة حسيت حالي صغير كتير وما قدرت إلا. طيب وهلأ ليش عم تقلي يعني؟ لأنه ابني لقى وظيفة والحمد لله، وهلأ خبرني. الحمد لله. أم يوسف، يا أم يوسف. نعم. تعي يا قارئة الفنجان، تعي اسمعي، هي أخوك يا أبو شامل بده شغلة مني، فهمتي؟ يعني الحاسة الساسة اللي عندي شغالة، ماني خرفان مثل بعض الناس. الله يعزك. صح يا أم يوسف، أنا الحقيقة جيت عند أبو نزار قلت لحالي يعني بركب التقى لابني وظيفة عنده. شفتي؟ ايه وشو فيها؟ لا عم تشحد منه ولا عم تطلب حسنة. يوسف أبو نزار، كل الناس بتسأل عن وظائف لأولادها، بعدين بلا مأخذ الموظف عم ياخد راتبه من تعبه، ما عم ياخدن صدقة من عند يلي عم بيوظفوه. دخيلك أنا على هالمنطق. ايه روحي اقري روحي. تعي لقلك. نعم. شوفي يا أم ربيع، حضرينا شي لقمة هيك تكون طيبة من اللي بيحبها أبو شامل. يو. وأنا شو عرفني شو بيحب؟ من اللي بيحبه أنا يعني، كمان هي بدها تنجيم صديقي. على رأسي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بابا، هيك بتسافر لعند عمامي بدون ما تقلي؟ بابا أنا رحت بشغل، روحة ورجعة مثل ما أنك شايف. شو وين لينا؟ عم تدرسها نوال بنت أبو يزن. وصل فيها خليها تنزل عوزها.